تحياتي وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذه التغطية المستمرة معكم على شاشة إكسترا نيوز لمتابعة كل ما هو جديد على الساحة الدولية والمحلية. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنفيذ الدقيق والمتابعة المستمرة لحزمة التسهيلات والتيسيرات الضريبية بما يحقق أهداف تبسيط المنظومة وبناء الثقة على النحو الذي يعطي دفعة قوية للاستثمار والاقتصاد المصري. كذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة عدد من ملفات عمل الحكومة من بينها مجمل المؤشرات الاقتصادية وجهود الحكومة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة خاصة في قطاع الصناعة. كما تابع الرئيس السيسي في هذا السياق حزمة التسهيلات التي أعلنتها وزارة المالية بهدف تطوير وتبسيط المنظومة الضريبية بشكل شامل لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين. تواجه منظومة الضرائب في مصر بعض التحديات من أهمها طول المدة الزمنية لعملية الفحص وعدم وضوح المستندات المطلوبة مع وجود حالات من الفحص تتصف بعدم الدقة والتباين.
للمزيد من النقاش والتحليل مشاهدينا ينضم إلينا هاتفيا الآن الدكتور محمود عنبر وهو أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان. يا دكتور محمود تحياتي لحضرتك في البداية، وإذا تحدثنا عن حزمة التسهيلات والتيسيرات الضريبية والتي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، العائد والمنتظر منها؟ يعني يمكن هذه الحزمة من القرارات بتأتي اتساقاً وليس بشكل منفصل مع تصريحات السيد وزير الصناعة، ويمكن كل هذه الأمور بتحدي تحت مظلة كبيرة تهدف إلى توطين الصناعة داخل الدولة المصرية وجذب الاستثمارات أو بل وخلق مناخ جاذب للاستثمار، سواء الاستثمار على المستوى المحلي أو حتى الاستثمار القادم من الخارج. يمكن هذا بيأتي إيمانا من الدولة المصرية بأن فتح باب الاستثمار هو النقطة المثلى أو الحل الأمثل للتعامل مع التداعيات الاقتصادية للأزمات المالية المتلاحقة ولحالة اللايقين التي تسود العالم اليوم. يمكن الدولة المصرية حققت كثير من الإنجازات والخطوات في مجال ترسيخ مناخ جاذب للاستثمار، وبدأ على مستوى السياسة الضريبية التأكيد على فكرة أن الضرائب ليست آلية تستخدم فقط كنوع من الجباية، ولكن هي في البداية والهدف الأساسي منها هي أداة رئيسية من أدوات السياسة المالية للتعامل مع المشكلات الاقتصادية والقضايا الاقتصادية بشكل أو بآخر. يمكن هذه القرارات بتهدف في النهاية إلى اتباع سياسة مالية توسعية الهدف الأساسي منها هو تحفيز مزيد من الاستثمارات للقطاع الخاص، خلق مناخ جاذب للاستثمار بيأتي تحت مظلة طمأنة المستثمر، لأنه يمكن القرارات التي صدرت أو هذه الحزمة هي في النهاية بتهدف إلى خلق قدر كبير من الثقة لدى المستثمر والتأكيد على فكرة أن مصلحة الضرائب تهدف بالأساس إلى يعني مصلحة المستثمر، لأنه في النهاية المصالح متبادلة أو الهدف الأساسي واحد هو فكرة ترسيخ معنى التنمية وزيادة وتوطين. هذا مفهوم، ولكن دكتور محمود إذا تحدثنا بشكل واقعي اقتصادي، يعني ما هي التحديات التي يواجهها المستثمرون بشكل كبير في هذا التوقيت، وبالتالي التسهيلات الضريبية ستعمل على تخفيف هذه التحديات؟ يعني يمكن لو أخذناهم تفصيلاً، فكرة الغرامات التي كانت تفرض كمتأخرات لعملية الضرائب، القرار الذي صدر بيتحدث على أن الغرامات لن تصل بحال من الأحوال إلى 100% من معدل الضريبة، هذه هي رسالة طمأنة. أيضا ما تم من قرارات بتهدف إلى طمأنة العاملين في القطاعات غير الرسمية لضمهم نحو القطاع الرسمي، سواء فيما يتعلق بعملية الإقرارات، ثقة مصلحة الضرائب أو السياسة الضريبية في مقدم الإقرار الضريبي، أيضا طمأنة المستثمر الذي يعني يستهدف عمل استثمارات بشكل مستقبلي. ما تحدث عنه السيد وزير المالية في فكرة أنه هناك ما يطلق عليه التقويم المستقبلي للضرائب، ده واحد من الأمور المهمة التي يمكن أن تخلق قدر كبير من الثقة لدى المستثمر. كل هذه الحزمة من التسهيلات وفي بعض الأحيان يعني فيها نوع من الإعفاءات الضريبية، كلها في النهاية هي بتهدف بشكل أو بآخر إلى زيادة القدرة التنافسية للصناعات، خصوصا المستثمرين أصحاب رؤوس الأموال المتوسطة والمنخفضة، بهدف تشجيع الصناعة وتشجيع الاستثمار. إذا تحدثنا أيضا عن هذه يعني التسهيلات، كيف ستعمل على دمج الاقتصاد الغير رسمي بالاقتصاد الرسمي بشكل مقنن وبشكل فيه نوع من المنفعة الخاصة بالاستثمار في مصر؟ يعني غالبا كافة من يعمل في القطاع غير الرسمي وهو الذي ليس له سجلات ضريبية معينة هو يتخوف من فكرة أنه في حال ضمه إلى الاقتصاد الرسمي هيثقل بنوع من الضرائب بتضعف قدرته على المنافسة في السوق، لأن في النهاية الضريبة هي جزء يضاف على تكلفة إنتاج السلعة أو الخدمة، وبالتالي لدى هذا يعني استمرار هذا التخوف بيمنعه بشكل
من الأشكال أنه هو ينضم إلى القطاع الرسمي، لكنه في النهاية طبعا ده بيجعله يخسر خسارات متتالية، لأنه بتضعف قدرته على تطور هذا الإنتاج ومنافسته في سواء في الأسواق المحلية أو حتى في الأسواق العالمية. كل ما كان يحتاجه العاملين في القطاع غير الرسمي هي رسالة الطمأنة، أن يطمئن على رؤوس أمواله وعلى صناعاته في حالة دخول القطاع الرسمي من المنافسة مع القطاعات التي تعمل في ذات التخصص أو في ذات السلعة أو الخدمة بشكل كبير وتعد صناعات عملاقة، ألا يعامل نفس المعاملة الضريبية، وبالتالي بيفقد قدرته على التنافس في الأسواق. كانت الرسائل مطمئنة في هذا الإطار، بتحفزه بشكل أو بآخر على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، لأنه في حالة انضمام الاقتصاد الرسمي حتحدث طفرة كبيرة في معدل الجي دي بي أو الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وده بيجعل تصنيف حتى الدولة نفسه مختلف بشكل أو بآخر. دكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، شكرا جزيلا لحضرتك. في صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب المصرية ومجتمع الأعمال، جاءت التسهيلات الضريبية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة لتسهم في تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية وجهود رفع معدلات الإنتاجية من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير. المزيد حول كل هذه التفاصيل في سياق العرض التالي مع الزميل لؤي أباظة. أهلا بكم مشاهدينا. حزمة من التسهيلات الضريبية أعلنت عنها الحكومة تتضمن عددا كبيرا من المحفزات لمجتمع الأعمال في إطار أولويات السياسة المالية للدولة لتقليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية وجهود رفع معدلات الإنتاجية، فضلا عن تعزيز بنية الاقتصاد الكلي وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير. وتعتمد الرؤية العامة لحزمة التسهيلات الضريبية على تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين من خلال معالجة التحديات التي تؤثر سلبا على العلاقة بينهما، كما تهدف إلى القضاء على العقبات وتحقيق الشفافية والعدالة، بما يسهم في تحسين الصورة الذهنية السائدة وتهيئة بيئة عمل تتميز بالكفاءة والإنصاف وتحقيق الثقة والاستقرار في النظام الضريبي وفق استراتيجية وخطة عمل متكاملة تقوم على تحليل شامل ومحايد للتحديات الحالية والقيام بإصلاحات تنظيمية وإجرائية. كما يؤدي إقرار حزمة التسهيلات الضريبية إلى تخفيف الأعباء على الممولين وتعزيز الامتثال الطوعي للنظام الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية وتوسيع القاعدة الضريبية، فضلا عن زيادة كفاءة الامتثال الضريبي الطوعي من خلال تسهيل الإجراءات والتطوير المؤسسي لرفع كفاءة النظام الضريبي. هذه الحزمة جاءت لتتلافى أبرز التحديات في التي تواجه المنظومة الضريبية والمؤثرة سلبيا على تعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، التي تتمثل في لجوء مصلحة الضرائب للفحص التقديري الجزافي والحاجة المستمرة إلى تجديد العمل بقوانين إنهاء المنازعات الضريبية، فضلا عن تأخر عمليات الفحص الضريبي نتيجة لقلة عدد مأموري الفحص بالمأموريات وعدم وضوح المستندات المطلوبة. ومن أجل ذلك جاءت التسهيلات المعلنة من قبل الحكومة لتضع نظام تحفيز للممولين الملتزمين من خلال إعداد قائمة ضريبيا حيتم نشرها على الموقع الإلكتروني للمصلحة والترويج لها بكل المنصات الإلكترونية الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة للترويج لقصص نجاح التزام الممولين ضريبيا ونشرها ومنحهم الكارت الذهبي للتميز الضريبي الذي يتيح لهم الأولوية في الحصول على الخدمات الضريبية. التسهيلات شملت أيضا وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوزوا حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه لكل الأوعية الضريبية، وذلك من أجل التسهيل عليهم وتحفيزهم للانضمام للمنظومة الرسمية وتفعيل دور وحدة دعم المستثمرين بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية لإزالة كل التحديات الضريبية التي تواجه المستثمرين، والسماح للممولين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية من عام 2020 وحتى عام 2023، وبتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونا، مع إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 وحتى عام 2023،
وذلك في حالة وجود سهو أو خطأ أو إخفال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانوناً. كذلك تضم التسهيلات تشكيل مجلس استشاري للفتاوى والآراء الضريبية وتحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية وإنشاء بوابة لشكاوى الممولين تابعة لرئيس المصلحة للتعامل معها بشكل فوري وسريع ورفع حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطة ليصبح 30 مليون جنيه بدلا من 15 مليون جنيه سنويا، بالإضافة لإلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديا مرحليا ووضع حد أقصى لغرامات التأخير وتبسيط الإقرارات الضريبية وتخفيض عدد صفحاتها، بالإضافة للتوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل أيضا المراكز الضريبية والنشر المسبق للمستندات المطلوبة مع إعداد أدلة إرشادية للفحص بحسب النشاط لتوحيد آليات الفحص الضريبي على مستوى كل مأموريات المصلحة. كما تضم أيضا حزمة التسهيلات تشجيع الأشخاص للتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية مع عدم مطالبتهم بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لتسجيلهم بالمصلحة، بالإضافة إلى وضع نظام استقصاءات رأي لقياس مدى رضاء الممولين عن خدمات المصلحة وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإجراء عملية الرد وتقديم تسهيلات لكل الممولين للانتهاء من المنازعات الضريبية للفترات ما قبل عام 2020 مع الإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية 2024-2030. وأخيرا فإن من أهم العوامل المساعدة في تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية هو الاهتمام بالعنصر البشري داخل مصلحة الضرائب ورفع كفاءتهم وتحسين أوضاعهم ووضع نظام للتقييم العاملين طبقا لمعدلات الأداء بعيدا عن الاعتماد عن حجم الحصيلة المحققة فقط. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا لحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة لتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال. شكرا على طيب المتابعة. للمزيد أيضا من التحليل والنقاش مشاهدينا ينضم إلينا هاتفيا الآن الأستاذ كمال ريان وهو الكاتب الصحفي. أستاذ كمال، تحياتي لحضرتك في البداية، وإذا تحدثنا عن هذه التسهيلات الضريبية والعائد منها على مجتمع رواد الأعمال، كيف ستسهم بشكل أو بآخر في تبسيط بعض الإجراءات والإقبال على الاستثمار في مصر من خلال ريادة الأعمال؟ تحيات لحضرتك وللسادة المشاهدين. الحقيقة بالفعل هذه التيسيرات الضريبية اللي أعلنت عنها الحكومة يعني مهمة جدا لقطاع مهم وهو قطاع رواد الأعمال. الحقيقة قطاع رواد الأعمال كان ينتمي لما يمكن أن نطلق عليه الاقتصاد غير الرسمي، وهو الاقتصاد اللي ما كانش موجود له سجلات ضريبية أو مش مسجل ضريبيا، لأن طبعا كان فيه عوائق كثيرة. والحقيقة يعني ضم هذا القطاع إلى القطاع الرسمي هيقدم أيضا مزايا كثيرة للاقتصاد غير الرسمي ولقطاع رواد الأعمال يعني بالذات. الحقيقة ريادة الأعمال من ضمن المجالات اللي بتشهد انتشار قوي في العالم كله، اللي هم الشباب اللي هم بيأدوا خدمات لشركات عالمية أو بينشئوا شركات ناشئة، ممكن تكون يعني منها شركات الشخص الواحد على سبيل المثال. الحقيقة يعني كانوا بيواجهوا عوائق لأن طبعا القوانين والتشريعات ما كانش بتنظم عملهم ولا كانوا بيستطيعوا أن هم يتعاقدوا مع شركات عالمية مثلا يحصلوا على مستحقات منها، الناحية الضريبية كانت بتعوقهم. فالحقيقة بيقدم استيراد بحيث يستطيعوا أن يقوموا بإجراء عقود واتفاقيات سواء مع شركات محلية أو مع شركات دولية. والحقيقة يعني أيضا ريادة الأعمال هتساهم بشكل كبير في يعني زيادة استثمارات الطبقة اللي هم الشباب رجال أعمال أو شباب المستثمرين، وفي نفس الوقت هتوفر موارد دخل أجنبي لأن رواد الأعمال حقيقة بعضهم بيقدم خدمات لشركات عالمية. فالحقيقة هذه التيسيرات الضريبية هتيسر لهم الانضمام للمنظومة الضريبية دون أعباء كبيرة عليهم ودون تعقيدات، وده هيفتح المجال لهم واسعا أمام العمل سواء في داخل مصر أو خارجها، والتوسع والحصول على مستحقاتهم وإجراء العقود وغيرها من الأنشطة اللي بيتطلبها الاستثمار في مجال ريادة الأعمال. تعلم جيدا أستاذ كمال أن أيضا يعني بالحديث عن ريادة الأعمال لابد أن نتحدث عن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وأنها بشكل أو بآخر في دعم كبير حدث في السنين الماضية، وبالتالي هناك استمرار في هذا الدعم من خلال هذه التسهيلات الضريبية. بشكل أو بآخر
كيف ستساعد هذه التسهيلات أيضا من يريد أن يستكمل مستقبله وطريقه في دعم أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تكبيرها وأيضا تنميتها بشكل يعني واقعي اقتصادي يسهم بالإيجاب على صاحب المشروع وأيضا على الدولة المصرية؟ الحقيقة أيضا يعني ده جزء مهم. الحقيقة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بتقوم عليها اقتصاديات بعض الدول، يعني على سبيل المثال الاقتصاد الهندي بيقوم بجزء كبير جدا منه على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. هذه المشروعات أيضا من الممكن بالإضافة طبعا إلى أن هي بتخلق جيل جديد من رجال الأعمال زي ما قلت، وتوفر فرص عمل جديدة للشباب وفرص استثمار للشباب، فهي أيضا تستطيع أن توفر احتياجات المصانع الكبرى من قطع الغيار اللي احنا بنستوردها من الخارج، يعني هي ممكن تكون مكملة للمشروعات الكبرى وتوفر قطع الغيار اللازمة وتتكامل مع المشروعات الكبرى في اتجاه مصر لتوطين الصناعة. احنا عندنا توجه حاليا لتوطين الصناعة محليا، فالحقيقة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من ممكن أن تلعب دور مهم في هذا المجال. الحقيقه يعني ايضا كان يعني هذه المشروعات يمكن كانت جزء كبير منها مش مسجل ضريبيا، ما كانش فيه اجراءات واضحه بتنظم عملها. الاجراءات الاخيره اللي اعلنت عنها الحكومه جزء منها الحقيقه موجه للمشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر، والحقيقه يمكن كانت هذه التعديلات كانت تمثل استجابه المتطلبات المستثمرين واصحاب المشروعات الصغيره المتوسطه. الحقيقه كانوا يعني محتاجين ينضموا، محتاجين يسجلوا في الاقتصاد الرسمي، محتاجين يحصلوا على الحوافز اللي بتتيحها الحكومه، محتاجين يجروا عقود مع الجهات الحكوميه، لكن كان المنظومه الضريبيه عائق. الحقيقه هذا الدعم المقدم لهم من خلال هذه الاجراءات الجديده هيساعد على ضم هذه المشروعات وهذه الشركات للمنظومة الاقتصادية أو الاقتصاد الرسمي، وطبعا هيحصلوا على المزايا الخاصة بالمناطق الصناعية والمناطق الاستثمارية، هيتعاملوا مع الدولة، هيقدروا يجروا عقود. فالحقيقة أيضا هتقدم لهم دعم كبير في هذا المجال. الحقيقة يعني أيضا ده يمكن بيوسع قاعدة المجتمع الضريبي دون أعباء على الممولين، لأن احنا جزء من مشكلتنا كانت دايما ان قاعدة المجتمع الضريبي في جزء كبير منها يعني جزء كبير من الأنشطة مش مسجل، فاحنا محتاجين نوسع قاعدة المجتمع الضريبي لكن دون أعباء. يعني المزايا اللي هيحصل عليها أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكبر كثيرا من الأعباء الضريبية اللي ممكن تكون عليهم، فالحقيقة ده هيساعدهم أكبر على التوسع زي ما حضرتك أشرتي، هيساعدهم على إن هم المشروعات الصغيرة تستطيع أن تتوسع، تستطيع أن تجري عقود، تستطيع أن توسع نشاطها، تقوم بإجراء اتفاقيات كثيرة مع جهات كثيرة، كل ده طبعا هيفتح لهم الباب واسعا أمام كل أمام يعني زيادة حجم أعمالهم. الأستاذ كمال ريان الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لحضرتك. وتستهدف حزمة التسهيلات الضريبية تعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي والقضاء على العقبات وتحقيق الشفافية والعدالة. نتابع المزيد في سياق العرض التالي.
رغم الأزمات والتحديات التي تواجه العالم بأسره، إلا أننا وبعون الله قادرون على تخطي كل هذه التحديات، وقد تجاوزنا الآثار الواقعة على المواطنين بحزمة من إجراءات حماية اجتماعية تشابكت فيها جهود الدولة والمجتمع في نموذج مصري فريد. وأنا على ثقة كاملة ويقين مطلق في أن مصر بقدراتها وقدرات أبنائها قادرة على تحويل كل أزمة إلى فرحة وصناعة المستقبل من تحديات الحاضر. عملت الدولة على توفير الحماية الاجتماعية لمحدودي ومتوسطي الدخل لمواجهة التحديات والأعباء الاقتصادية والعيش في حياة كريمة، وذلك عبر حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجاً. جهود كبيرة بذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه حكم مصر لتعزيز الحماية الاجتماعية من خلال حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجاً. يظل المواطن المصري هو بطل رواياتنا الوطنية، وتظل جودة حياته وتلبية متطلباته والحفاظ على مكتسباته وصيانة مقدراته هي هدفنا الأسمى. فشهدت برامج الدعم والحماية الاجتماعية زيادة في مخصصاتها من عام مالي إلى آخر منذ 2014، كما عمدت الدولة على النهوض بالمستوى المعيشي للمواطنين من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور الذي وصل إلى 6000 جنيه، إلى جانب زيادة المرتبات والمعاشات بصورة كبيرة لتحمي المواطنين من التحديات الاقتصادية العالمية خلال السنوات الأخيرة. وبالنسبة لإجراء دعم السلع التموينية، ارتفعت المخصصات الموجهة للدعم في الموازنات العامة للدولة بزيادة كبيرة جدا، والقيام برفع مستويات كفاية المخزون من السلع الاستراتيجية وتعزيز الكميات المطروحة من السلع الاستهلاكية في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية. احنا من جانبنا برضو كدولة بنحاول نخفف ما امكن على الناس باجراءات كتير بنعملها، مش احنا اللي بنعملها بس، احنا مع بعض. كما وضعت الدولة مستهدفات للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، أبرزها زيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية إلى 22% من إجمالي الإنفاق العام خلال الفترة من 2024 إلى 2030، مقارنة بنحو 18% خلال الفترة من 2014 إلى 2023. كما يتم زيادة مخصصات برنامج الدعم النقدي التكافل وكرامة إلى 240 مليار جنيه بإجمالي عدد مستفيدين بنحو 27 مليون مواطن، وزيادة تكلفة برنامج الدعم النقدي التكافل وكرامة لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 70 مليار جنيه بإجمالي عدد مستفيدين بنحو 3 ملايين مواطن خلال الفترة من 2024 إلى 2030. دائما ما كانت القيادة السياسية مهمومة بالفئات الأكثر فقرا واحتياجا، لذا أطلقت الدولة مبادرة حياة كريمة للنهوض بالريف المصري، كما أطلق برنامج تكافل وكرامة لدعم الفئات الأكثر احتياجا نقديا، فضلا عن إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية في مجالات الصحة والإسكان والتعليم، كان أبرزها مبادرة القضاء على فيروس سي.
هذا إلى جانب البرامج الاقتصادية مثل فرصة الذي يستهدف توفير آلاف فرص العمل وتقديم القروض للمرأة المعيلة من أجل إقامة المشروعات الصغيرة لتحسين مستوى المعيشة من خلال برنامج مسطورة. وخلال العقد الماضي صارعت الدولة في تطوير المناطق غير المخططة والتي بلغت 357 منطقة على مستوى الجمهورية على مساحة 160,800 فدان، وتم الانتهاء من 95% منها بتكلفة تخطت 40 مليار جنيه. هذا إضافة إلى الدور المهم للمجتمع المدني والذي تثمن القيادة السياسية دوره، ويحضر الرئيس السيسي الكثير من فعالياته باعتباره شريكا أساسيا في عملية التنمية والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا. لعبت منظمات المجتمع المدني دورا بارزا في تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال العديد من المبادرات، مثل مبادرات وصل الخير ويدوم الفرح وقطار الخير وستر وعافية وكتف الكتف وخيرك سابق، والتي توجت بتدشين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. وفي أي طريق لو حملي زد والدنيا دي. ووفقا لما سبق يتضح سعي القيادة السياسية لتوفير الحماية الاجتماعية لمحدود ومتوسط الدخل لمواجهة التحديات والأعباء الاقتصادية من ناحية، ومن ناحية أخرى تسعى الدولة لتوفير حياة كريمة للمصريين. ننوه إلى هذا العاجل مشاهدينا، حيث شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في الاجتماع الوزاري حول القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين والذي انعقد بمدينة مدريد. وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة بأن السيد وزير الخارجية والهجرة أعرب خلال الاجتماع عن التقدير لإقدام كل من إسبانيا، النرويج، أيرلندا وسلوفينيا على الاعتراف بالدولة الفلسطينية مؤخرا، وهو ما يسهم بصورة عملية في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك الحق في تقرير المصير. كما تناول الدكتور عبد العاطي الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة والانتهاكات الإسرائيلية اليومية للقانون الدولي الإنساني بما في ذلك من خلال استهداف المدنيين الفلسطينيين. وأضاف السفير خلاف إن الوزير عبد العاطي أعرب عن دعم مصر لكافة الجهود الهادفة لضمان دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ومشددا على أنه قد حان الوقت للمجتمع الدولي بأن يطلع بجهوده لوقف العدائيات وضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة سريعة وآمنة ودون عوائق. كما حرص وزير الخارجية والهجرة على الإعراب عن رفض مصر للتواجد العسكري الإسرائيلي في محور فلادلفيا والجانب الفلسطيني من معبر رفح وما يفرضه من انخفاض في وتيرة دخول المساعدات لقطاع غزة في الوقت الذي تستخدم فيه إسرائيل الجوع كسلاح ضد الفلسطينيين وترفض تشغيل المعابر للقطاع بصورة كاملة لضمان دخول المساعدات الإنسانية لغزة وفقا لالتزاماتها القانونية كقوة احتلال، ومشددا على أن ذلك التواجد يأتي لأهداف سياسية حيث يهدف لمنع عودة السلطة الفلسطينية الشرعية لغزة وتقويض جهود الوساطة التي تتطلع بها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين
وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور بدر عبد العاطي أكد أيضا على تصميم مصر على الاستمرار في الانخراط مع كافة أطراف المجتمع الدولي لتطبيق حل الدولتين والقائم على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 من يونيو عام 1967، ومشددا على أن الاعتراف بتلك الدولة والعضوية الكاملة لها في الأمم المتحدة هما خطوة رئيسية لتحقيق هذا الهدف، وأن الاعتراف بتلك الدولة يعد حقا للشعب الفلسطيني وواجبا على المجتمع الدولي. وبالعودة لملف الحماية الاجتماعية مشاهدينا، عملت الدولة المصرية بجهد لتحقيق الحماية الاجتماعية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أولى اهتماما كبيرا بهذا الملف، حيث برز هذا في استراتيجيات ومشروعات الدولة والتي شملت مجالات متنوعة. المزيد حول جهود الدولة بمجال الحماية الاجتماعية أترككم مع زميلي عمرو شهاب. أهلا بكم. أولت الدولة المصرية عقب ثورة 30 من يونيو 2013 ملف الحماية الاجتماعية اهتماما كبيرا، بل وحظيت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأولوية خاصة، حيث عملت الدولة بكل جهد من أجل بناء منظومة شاملة للحماية الاجتماعية من خلال استراتيجيات اقتصادية واجتماعية وصحية متكاملة. وبرز اهتمام الدولة بالحماية الاجتماعية من خلال العديد من المشروعات القومية في مجالات الإسكان والصحة والتعليم، فضلا عن إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية التي مثلت مظلة حماية للمواطنين في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية. ومنذ ثورة 30 من يونيو 2013 مدت الدولة شبكات الأمان الاجتماعي وعززت الاستثمار في رأس المال البشري، وأطلقت البرامج والمبادرات التي من شأنها النهوض بالأوضاع المعيشية للفئات الأكثر احتياجا ودعمهم ماديا وتمكينهم اقتصاديا وضمان حقوقهم الإنسانية، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور ومنح العلاوات الاستثنائية للتخفيف من آثار تداعيات الأزمات الاقتصادية عن كاهل المواطنين. ومن أجل بلوغ ذلك الهدف لتحسين جودة حياة المواطنين، أطلقت الدولة مؤسسة حياة كريمة التي أسهمت في تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات الريفية الأكثر فقراً من حيث السكن اللائق وخدمات الصرف الصحي والمياه النظيفة والتعليم والصحة. كما نجحت مصر في تحديات عدة فيما يخص تحسين مستويات العدالة الاجتماعية والحد من الفقر وخلق فرص عمل، إلى جانب تحسين جودة الخدمات الأساسية. وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، أطلق الفاعلون في المجتمع المدني المصري كيان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والذي يمثل ثمرة التعاون بين 34 كيانا تنمويا وخدميا من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية من خلال المقرات المنتشرة على مستوى 27 محافظة، بما في ذلك كل المناطق الحدودية والنائية. وعلى صعيد ذي صلة، بذلت مصر جهودا كبيرة في تعزيز الحق في السكن اللائق، بالإضافة إلى تطوير عدد من المناطق غير الآمنة وإطلاق برامج طموحة للإسكان الاجتماعي للفئات متوسطة ومنخفضة الدخل. كما اتخذت الدولة قرارا بتوسيع النطاق المستهدف للإنفاق على الحماية الاجتماعية، خاصة في ظل الأزمات الدولية لامتصاص الصدمات الخارجية. كما أطلق الرئيس السيسي العديد من المبادرات الصحية، من أبرزها المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي، فضلا عن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة، وآخرها مبادرة 100 يوم صحة.
برامج الحماية الاجتماعية تضمنت برنامج تكافل وكرامة الذي أطلقته الدولة عام 2015 لاستهداف الأسر الفقيرة بشكل مباشر، بجانب الاستهداف الفئوي للنساء والمسنين والأشخاص ذوي الهمم، فيما بلغ عدد المستفيدين منه بالدعم النقدي 5,200,000 أسرة. كما زادت مخصصات هذا البرنامج عدة مرات، آخرها في موازنة العام المالي الجديد 2024-2025 التي تم التبكير بصرفها في مارس. الاهتمام بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ترجم في أرقام الموازنة العامة للدولة التي شهدت زيادة كبيرة في المخصصات للدعم ولبرامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب ما شهدته مرتبات العاملين في الدولة من زيادات، والعمل على تحسين معيشة المواطنين من خلال رفع الحد الأدنى للأجور ل6,000 جنيه ورفع حد الإعفاء الضريبي وزيادة مخصصات معاشات التضامن الاجتماعي. الحماية الاجتماعية شملت جميع قطاعات الدولة، إذ وجه الرئيس السيسي البنك الزراعي بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين المتعثرين قبل يناير 2022، كما وجه أيضا بإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد أقساط هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024. مشاهدينا، كان هذا عرضا حول جهود الدولة عقب ثورة 30 يونيو 2013 في مجال الحماية الاجتماعية. نشكر لحضراتكم طيب المتابعة.